السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا شباب. كالعادة أقول لكم أكرر لكم كل احترام والتقدير، والقناة قناتكم يا حلوين. طبعا يا إخوان، حبيت أجمع لكم الأشياء اللي تعطيك أفضل صرفية بنزين للكيا كادينزا، جميع الموديلات يعني، أو السيارات الكورية بشكل عام. طبعا أنا ذكرتها في قناتي، ولكن قلت لعيونكم راح أجمع لكم كذا في نقاط حلوة مبسطة عشان تساعدكم، وراح أترك لكم في الكومنتات رابط كل فيديو لوحده تكلمت فيها عن البواجي، وتكلمت فيها عن فلتر البنزين، فلتر هو أهمية كل واحد. وعشان تعطيك السيارة أفضل صرفية بنزين، أول شيء لازم تشيك على حاجة اسمها فلتر الماكينة، فلتر الماكينة أو فلتر الهواء يسمونه. طبعا سعره زي ما ذكرت في قناتي، ما بين سعره يتراوح ما بين 55 ريال إلى 105 ريال مع الضريبة، إذا بتاخذ المحلات الخارجية أو إذا بتاخذ محلات الوكالة. هذا السعر في الرينج، هذا في الحدود هذه، فلتر الماكينة أو فلتر الهواء لازم تشيك عليه، وهذا سعره ويتغير كل 15000 إلى 20000 كيلو. خلاص. الشيء الثاني فلتر البنزين أو صفاية البنزين، وشرحتها في قناتي وبحط رابطها أسفل الوصف. سعرها في حدود ما بين 80 إلى 100 ريال، وقلنا فلتر البنزين تغيرها كل 100000 يستحسن، وفيديو شرحها راح يكون أسفل الوصف. هذا ثاني شيء. ثالث شيء البواجي، سبق وأن شرحتها في قناتي في أكثر من مقطع، وقلت البواجي تقريبا الكادينزا تجي 6 بواجي إلكترونية، وسعرها يتراوح في المحلات الخارجية ما بين 185 إلى صعودا إلى 275 ريال في الوكالة. هذا في الحدود، في الرينج هذه، بواجي أصلية، بواجي الأزيرة تركب عليها من هونداي الناغي، تركب عليه 6 بواجي إلكترونية. بترككم الرابط أسفل الوصف سعرها. وهذا ثالث شيء. رابع شيء طريقة أسلوب القيادة حسب قيادتك. إذا أنت تسوق عندك السيارة فيها درايف مود زي ما قلنا، تحطها أفضل وضعية، حطها في وضع الكومفورت عشان تقللك من الطقات ومشاكل السيارة، وتعطيك أفضل صرفية بنزين معقولة، وعلى حسب دعشة رجلك في الأول وفي الأخير، وبرضو تكون القيادة سلسة معك في وضع الكومفورت. أوكي يا شباب، اللي هي وضع القيادة مريحة. إذا حطيتها في وضع السبورت أكيد راح تزيد معك الصرفية، وسبق وانشرحتها في قناتي في أكثر من مقطع. هذه الشيء الرابع اللي طريقة القيادة. خامس شيء ضغط الكفرات أو البي إس آي، موجود في الباب السائق لكل سيارة. طبعا في الكتيب والكتالوج يوصل كي كادينزا ان يكون ضغط البي اس اي لجميع الكفرات على الكادينزا ستاندر 17، الجنط 17 انا اتكلم الستاندر. اما اللي مقاس جنطة 18 او 19 يشوف الكتيب كم مكتوب، بس الكادينزا 7 الستاندر الكتيب يوصي انه يكون ضغط البي اس اي 33، لكن هنا مع اجوان الحارة وكذا ننصح بيكون ضغط الاطارات 35 يكون احسن، لانه كل ما كان ضغط الاطار منسم كل ما زاد صرفية البنزين وكل ما زاد الاحتكاك معك. إذن لازم تشيك على ضغط الكفرات. هذه خامس نقطة. سادس نقطة اللي هي تنظيف الثروتل أو بوابة الدعسة، وزي ما قلنا في القناة قلنا تنظفها على حسب، يعني كل 50000 تحاول تشيك عليها مع البواجي بوابة الدعسة أو الثروتل، وقلنا تنظفها كل 50 إلى 60000 أو على حسب ما تشيك عليها أفضل. آخر شيء سابع نقطة اللي هي تنظيف البخاخات. طبعا سبق ذكرت في قناتي زمان، قلت انا كنت اغير في البترومين، كنت اغيرها، كنت انظف سوي تنظيف بخاخات كل 25000 او على حسب. تسوي تنظيف البخاخات بالطريقة اللي قلت عليها، اللي هي تحط معالج دورة الوقود او منظم الوقود اللي نزلته في قناتي، وقلت تسوي الحرارة تحط المعالج الاوكتان او معالج دورة الوقود كل 50000 حطه مرة واحدة، يعني كل 30000 مرة او كل 40000 مرة واحدة، يعني كل 50 حطه مرة واحدة، يسوي لك دورة الوقود ويحافظك على صرفية البنزين ويقلل لك من استهلاك البواجي ويحافظك على عزم الموتر، وفي نفس الوقت يحافظ لك على بوابة الدعسة ويحافظ لك على البخاخات. هذه الطريقة الثانية كيف تنظف طريقة البخاخات. في ناس تقول لك أنا ما أبغى أنظف البخاخات بالطريقة السبراي، وفي ناس يقول لك لا، الأفضل أنك تنظفها عن طريق اللي هو معالج الأوكتان وتحط كل 50000 مرة واحدة، كذا إن شاء الله تحافظ لك السيارة على الأفضل صرفية. إذا نلخصها، الأفضل صرفية بنزين تشيك على فلتر الماكينة، سعره في حدود من 50 إلى 100 ريال، ويتغير كل 15000 كيلو. ثاني شيء فلتر البنزين أو صفاية البنزين، سعره من 80 إلى 100 ريال، ويتغير كل 100000. ثالث شيء البواجي يا شباب، البواجي سعره قلنا ما بين 185 إلى 275 في الوكالة، وتتغير البواجي على حسب الاستهلاك. أنا قلت في قناتي أنا أغيرها كل 40 إلى 60 ألف في الرينج هذه، وسبق أن فكيتها ووريتك مياه كيف كانت محروقة، لأنه كيف في أجوان الحبيبة مع الحار مع الدز مع كذا، والسيارة واقف في زحمة، وعلى حسب الاستهلاك أكيد راح تتغير. وزي ما قلنا لا تغيرها إلا على حسب
ما تكون مستهلكة البواجي. رابع نقطة اللي هي طريقة القيادة، كل ما كانت سياقتك تمام، كل ما كانت الوضعية في وضع الإيكو ووضع الكومفورت، كل ما كانت أفضل صرفية بنزين. ضغط الإطارات كل ما كانت في وضعية المناسبة ما بين 33 إلى 35 PSI كل ما كانت الصرفية ممتازة معك. زي ما قلنا آخر شيء اللي هو تنظيف الثروتل وتنظيف البخات. إذن هذه السبع نقاط كلها هي راح تعطيك أفضل صرفية بنزين. وطبعا زيت الكيا كادينزا الموصف الكتالوج هو الـ 5W30 ACE A5B5 تخليقي بالكامل، وسبق وان شرحت الزيوت في قناتي. هذه يا شباب ملخص لي أفضل صرفية، وإن شاء الله راح أنزل لكم مقاطع جديدة الأيام هذه عن كيف تحافظ على مطرك بأفضل طريقة. وطبعا كلها تكلفتها ما تكلفك حدود 1000 ريال تقريبا أو أقل من 1000 ريال، يعني عندك الصفاية ب 100 200 300 تقريبا. المهم كلها ما تكلفك حدود 1000 ريال مع القطع مع التركيب مع أجرة اليد، أقل من 1000 ريال، يعني يمكن ما بين 800 إلى 1000 ريال في الحدود هذه، بس بتعطيك أفضل صرفية للكيا كادينزا. هذه يا شباب ملخص بسيط، وآسف اني طولت عليكم، ولكن لانهم كثيرين سألوني قل كيف يشتكون من صرفية البنزين للكيا كادينزا، وهذه أفضل الحلول لكيفية المحافظة على صرفية البنزين للكيا كادينزا. تقبلوا فائق احترامي، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب يا شباب، والقناة قناتكم يا حلوين.